كابلز اليوم مع المدربة جريس خليف، مدربة بتطوير الذات والعلاقات الشخصية. موضوعنا اليوم من قلب معاناة كل لبناني، حتى ولو عم نحكي عن كابلز، عم نحكي عن مشاكل الثنائي، عن مشاكل الأزواج، عن المسؤوليات، عن التعب يلي عم بيكون عندهم. بدنا نحكي اليوم عن نضوج العلاقة عن بعد. كل الناس اليوم عم بيسافروا. بونجور كريس. بونجور، كيفك رانيا؟ يعني ما في عائلة إلا ما أو حدا عم بيسافر أو عم بيفكروا بالسفر أو في سفر مؤقت، يعني روحة ورجعة. إجمالاً هيدي القرارات يلي عم تتاخد اليوم بوضع طارئ، يعني لما بناخد قرار نحن بوضع رواء بيكون قرار يمكن عقلاني كتير. طبعاً طبعاً. بس لما بناخد قرار بهالسرعة وبهالظروف الصعبة والقاسية وعن إجباري، يعني ما بقى عنا كتير خيارات. مزبوط. هون صفى غير شيء. مزبوط. هون الاهتمام بده يكون كتير كتير، يكون عنا النضوج، يكون عنا الصبر والتفاهم. بدنا أول شيء لما هالقرار بدنا ناخده، بدنا ناخده يكون قرار الاثنين، إذا كابل أو عائلة، الكل موافق عليه والكل عارف أنه ما عنده مجال إلا يعمله. ولما يقرر الإنسان، يا يمكن يصير في فصل بين الأب والأم والعائلة، يمكن كلهم سوا يضطروا يتركوا أهليهم وبلدهم ويطلعوا لبرا. عم بيصير في مشاعر كتير صعبة، عم بيصير في قلت، عم بيصير الإنسان يحس حاله مذنب. ليش هو بقادر يترك ويترك وراه ناس عم تتعذب؟ عم تخلق هاي كتير صراع داخلي. بقى اليوم بهالوضع العائلة اللي هي الكابل والأولاد بدهم يفكروا بحالهم بالأول، لأنه صارت مرحلة بدك تعيشي سيرفايفل، يعني ما أنه عندك كتير خيارات تقولي إيه أو لا. امبارح لفتني على السوشيال ميديا عند صديقتنا الممثلة إلسا زغيب، حتى فيديو عن الصراع يلي عم بيعيشوه، حطته بشكل منظوم بس عن الصراع يلي عم بيعيشوه الأهل اليوم، منروح كرمال أولادنا. أيوة. أو منبقى كرمال أهلنا. أهلنا كتير أثرت فيي يعني الإنسان وصل لمرحلة عم بيتخزق من داخله، والقرارات اللي بده ياخدها. بدنا نكون شوي واقعيين، في أمرار مضطرين ناخد قرارات بدنا نفكر بحالنا بولادنا بالإيميديت العيلة لنقدر بدنا نقسى شوي، نكون صبورين، يكون عنا أمل. لأنه بالوضع لما تكوني أنت بتوتر، بتكوني أنت معصبة، العقل ما بيفكر مزبوط، لأنه كل المشاعر عم بتروح بس ليقدر الواحد يكفي حياته أو يقدر يوقف على إجري. بقى عقلنا ما نكون عم نستعمله بالطريقة الصحيحة، منكون عم نستعمل نوعا ما العقل الغريزي. أيوة. يعني تنقدر نعيش. مزبوط. فبدنا نجرب نهدى، نروق على حالنا تنقدر نستعمل عقلنا ونوصل للنتيجة اللي بتكون أنسب لنا. غريس، عم نحكي طبعا عن الثنائية اللي هو كل المسؤولية عليه. الأولاد نحن يمكن نقدر نقنعهم، بنقدر نجرب نفرجيهم شو رح يصير، وأكيد من دون كذب يعني. طبعا. بس اليوم لحتى هالثنائي ياخد قرار اثنيناتهم يعني الشخصين موافقين عليه، شو لازم يشوف؟ على شو لازم يتطلع؟ كمان اليوم هلأ بعد شوي بفقرة ماي رايتس رح نحكي عن هالموضوع، كيف عم بتصير الهجرة؟ يعني في هجرة رايحين بلا ما نكون مأمنين شيء، هيدا موضوع. في هجرة رايحين مأمنين يمكن بس شغل بس ما عنا شيء تاني، كمان هيدا موضوع. وفي الهجرة يلي مأمنين شيء أفضل من يلي نحن عم نعيشه، إن كان على المدى القصير أو الطويل، هيدا موضوع تالت. فهونيك بفتكر المشاكل أكثر. طبعا. كيف لازم ناخد قرارنا، شو المعايير يلي لازم يفكروا فيها الزوجين، إن كان على الصعيد الشخصي العاطفي أو على الصعيد المهني. يعني شوفي، هيدا القرار كتير كتير صعب. نحن اليوم معتمدين على الاكتفاء الذاتي، على كلنا بحاجة لنحس بأمان وباستقرار مادي معنوي، لتقدر العائلة تستمر وتقدر تكمل بطريقة سليمة وصحية. بقى إذا ما في شغل، ما في ماديات، ما في اكتفاء ذاتي، القرار مرات بيتاخد إنه
بدنا مجبورين ناخده، منه بقى شيء خياري، لازم نروح، لازم نفتش على حياة برا، لازم نسهل بقى هون. العاطفة بدنا نحطها شوي على جنب إذا أمكن، ونفكر بعقلنا، لأنه في في اشياء شو بيقول بيسك نيدز، الحاجات الأساسية منا مأمنة بقى هون. اليوم ما بقى عنا كهرباء، ما بقى عنا مدارس، يمكن ما تفتح بقى لعنده ليه، كله بين والمدارس كمان. كانت مشاكلنا من زمان غير، كان الرجال يسافر وتبقى الزوجة مرات مع أولادها هون بالمدرسة، هون كانت العلاقة كمان تتأثر كتير لأنه بيصير في بعد، بيصير في جفا. اليوم القرار بعد أصعب، يمكن الرجل بده يشيل العائلة كلها من جذورها ويخدها على محل ما بيعرفوا شو مواجهينهم. بس الإنسان بده يكون عنده صبر، بده يكون عنده إيمان، بده يكون عنده وعي، والتواصل كتير مهم. يعني نعمل اجتماعات نحكي، كل واحد يعبر عن مخاوفه وعن مشاعره وعن الأشياء اللي مضايقته، نتعلم نسمع لبعض بطريقة مزبوطة وناخد رأي الجميع. يعني كمان هيدا رأي لما الأم والأب بياخدوه بدون مناقشته مع الأولاد بيأثر كمان على العلاقة. يعني الانفتاح كتير ضروري، نحط كل ورقنا على الطاولة مكشوفة، نتواصل ونتحدث، نحكي عن مشاعرنا كلنا، شو مخاوفنا، شو الأشياء اللي نحنا ما عارفين إذا فينا نتحملها، ندعم بعض. يعني هون الدعم العائلي كتير ضروري، والأهل الكبار إذا بدنا نتركهم تناخد عائلتنا كمان هون بده يكون في تفاهم، بده يكون في اطمئنان إنه نحن رايحين. رح يكون يعني نحن كمان بوضع كتير حلو، إنه في عندنا تلفزيون، في عندنا تلفزيون قصدي صورة وصوت للتواصل، فيديو كولز وفيديو كولز زوم واتساب. يعني فينا بعد عم نقدر نكون مجموعين، وحسينا بهيدا وقت الكورونا، وقت الكوفيد، لما منعنا من التواصل مع عائلتنا وأحبابنا وأصحابنا، ساعد كتير وجود الصورة والصوت بالتواصل. فبدنا نعتمد على هيدا، بدنا نكون واعيين وصبورين أكيد. بس بدي نوه يعني بشيء إنه نحن ما عم نشجع على الهجرة أبداً. بس نحن بنحكي من واقع المجتمع اللبناني اليوم، وهيدي من المشاكل اللي عم بتكون عم تتزايد بين الأزواج. قرار صعب كتير، خصوصي إذا في شرخ على حالتين يعني، وإذا كمان يمكن الزوج أو الزوجة تضطر تترك كمان شغل مزبوط. هون يمكن حدا من أي حدا من عنده شغله هون، التاني لا. بقى كمان في تضحية هون بدها تصير، وفي مثل ما عم نقول. بفتكر أنا دايما الحب يعني عنده أهمية كتير كبيرة، لو أنه نحن اليوم بدنا نستخف بالموضوع ويمكن يقولوا رانيا بشو بالا بالحب، الحب لا عنده أهمية كتير كبيرة. اليوم منشوف إذا بدنا نقارن، غريس حضرتك مدربة أنا رح أخذ رأيك بالموضوع أوكي. إذا بدنا نقارن بين كوب الرجل مهموم كتير أو المرأة مهمومة كتير، بس كل واحد من ميلته وكل واحد عم بينهم لحاله، ما بيصير. وكوب التاني عم بيكونوا اتنيناتهم مهمومين، بس عم بيكون فيها التواصل وهالبوندينج. أيوة. شو الفرق بيناتهم؟ لا، الانسجام والتواصل كتير كتير ضروري بكل العلاقات الشخصية البعيدة والقريبة. ليه؟ لأنه ما بيصير نحن لما نكون ثنائي نتحمل المسؤولية بالكامل سوا، نقسمها يعني أبدا. يعني حدا مثلا لما بتضطري كل واحد يكون عنده، منتقاسم الأدوار، نتقاسم المسؤوليات، بس كل الوقت منرجع منجتمع سوا ومنرجع منحكي مع بعض. أساسا ما بيصير حدا ياخد قرار لحاله بدون الشريك، لأن هيدي بتخلق مشاكل بعدين، بصير في استياء، بصير في غضب، مشاعر بتأثر على العلاقة. الانفتاح، الوعي، التواصل، وأخذ القرارات وتحمل المسؤوليات سوا كتير كتير ضروري. هيدا أساس العلاقة الشخصية السليمة، اللي مثل لما بتزرعي بذرة لتكبر بدك تسقيها وتعطيها. فالثنائي
اثنيناتهم بدهم يعطوا الاخر الاشياء اللي بحاجه لها. اذا انت بحاجه لدعم بيقدر يعطيك اياها شريكك كثير منيح، دعم معنوي دعم مادي. بدنا نامل لبعض الحاجات اللي نحن بحاجه في ناس بحاجه لكلمه حلوه، في ناس بحاجه انه يظهروا شوي، في ناس بحاجه يعملوا رياضه. كل يعني واحد عنده ونحن نقدر نعرفها ان كان عن بعد او هون. يعني اليوم عم نحكي عن بعد، اكيد قديه الموضوع صعب، بس منقدر نحافظ على هالقصص. مشان هيك اكيد، مشان هيك انا بقول التواصل كثير مهم. بدنا نعرف بعض، بدنا نسمع لبعض، حتى نجرب نسمع الاشياء اللي ما بيقولنا اياها شريكنا. يعني انه اذا قعدنا سوا لازم نحس انه عنده مشكل، مثلا نساله كيف كان نهارك، ليش انت مهموم، كيف بقدر ساعدك. هيدا التواصل لو كان على الفيديو اذا كنتوا بعاد او كنتوا قراب كثير مهم. ما ننام اذا كنا زعلانين، اذا في مشكله ما نتركها نأجلها، نجرب نحلها بوقتها تما تتراكم. في مشاعر تقيلة صعبة ما نخبيها ما نكتمها، بالعكس الوضوح التواصل كتير مهم للعلاقات. قدي كمان بيأثر على الأولاد إيجابا أو سلبا؟ بحسوا الأولاد أكيد. هلأ نحن الأولاد بحسوا كل شيء، بيشوفوا كل شيء، بيسمعوا كل شيء. ليش بالبارنتال كوتشنج دائما بنقول الام والاب لازم يكونوا هن المثال الاعلى للطفل. مرات بتعلمي شيء لاولادك ما بهم ما بيسمعوا، بيشوفوا اكثر ما شو انت عم بتقولي، كيف انت عم تتصرفي. بقى التصرف بين الثنائي كثير ضروري، قدام الاولاد نفرجي على الشفافيه، نفرجي على الثقه ببعض، صبورين على بعض، ما دائما ننفر ونغضب ونتخانق، نكون نحط حالنا محل الاخر، نجرب نسمع شو عم بيقلنا، نشوف شو عم بحس بدل ما دغري نحكم عليه. هلا اليوم كلنا عنا غضب وعنا ستريس وعنا تعب، بس ما بيدور يكون عنا الوعي هيك ناخد نفس، ناخد خطوة لورا ونفكر أنا كيف بدي النتيجة تكون. إذا بديها تكون حلوة ومنيحة شو علي شغل. ما في شيء بالحياة سهل، بس بالوعي وبأخذ المسؤولية وبالتفكير الصحيح منقدر بالتواصل نحل مشاكل. أكيد. بدي ذكر مشاهدينا بأنه فيهم يتواصلوا معنا أيضا على 0464 لا بس يمكن فشة خلق أو يسألوا أي سؤال أو يعطوا هيك معلومة أو مشكلة عم بعانوا منها مباشرة على الهواء. نحن دايما خطوطنا مفتوحة لألكن. يعني اليوم عم نحكي عن الأمور المادية يلي هي أخذ الحيز الأكبر جريس، بس نحن كتير عم ننسى الأمور المعنوية، كتير عم ننسى الإيموشنال سبورت أو الدعم العاطفي يلي نحن بحاجة لإله. خلينا كمان نقارن اليوم وتعطينا هيك علمياً شو بيقول العلم، الحاجات المادية أو الحاجات العاطفية يلي هي اليوم شوفي هي الحاجات الأساسية. أساس النيدز للإنسان بتبلش شو يعني بالماديات؟ يعني بدك سقف فوق راسك، محل تنامي. إذا هيدول مش موجودين ما فيك تعملي شيء بالحياة. فبدك تأمني الحاجات الأساسية أول اللي هي بكتير أوقات الماديات بتساعد فيها ليكون عندك شغل دائم بيأمن لك. أول شيء السيفتي والسيكوريتي، بتحسي بأمان، بتحسي أنه ما بدك تفيقي كل يوم ما قادرة تأمني. هاي إذا نمتي، هيدا إذا نمتي تأمني أكل وهيك لعائلتك. هون لما يكون في قرار إذا بده الواحد يترك أو لا، هيدي بتلعب أول دور. الدور الثاني لما يتخذ القرار ونقدر نأمل الاحتياجات الذاتية اللي هي أقل شيء ممكن، منبلش نشوف نطلع على العواطف وعلى الأحاسيس. بالعلاقات الشخصية الحب هو أساس كل شيء. لما يكون عنا علاقة متينة مبنية على حب بيصير التضحية أسهل، بصير الإنسان قادر. العطاء الصبر، الوفاء، الثقة بدنا نعطي ثقة للشريك لنقدر إذا اضطرينا نفترق يكون عندنا ثقة إنه هو بيحافظ على العيلة وعلى الحب وعلى الحياة الاجتماعية. بدنا نشوف تصرفات ما يزيدوا همومنا هموم بعض. أكيد. كمان شخصية. جريس عندي اتصال. ألو
بونجور. اهلين، اهلا وسهلا، تفضل. معك مغترب عم بحكيكي من دبي. نعم. بليز انا بدي اسالك كيف نحن ممكن نكون دعم لاهلنا وسبورت من دبي برا بهال بالبعض اللي عايشينه؟ يعني حتى كيف ممكن نحن ما نحب السرفايفل جيلد او عقدة البقاء على قيد الحياة برا بظروف احسن بكثير من الظروف اللي عايشينها اهلنا بلبنان؟ نعم. يعني نعم. هذا الشيء كثير عم نعاني منه نحن كمغتربين حتى، وكيف فينا نكون عن جد بهالحالة قادرين نساعد اهلنا قد ما فينا من خارج؟ مين معي؟ معك جاد من دبي. جاد حضرتك مزواج؟ لا. أوكي. شكرا كثير لهالسؤال الحلو، وبدي اقول لك يعطيك الف عافيه. بدي جاوب قبلك ما عليك. لحلك يا جاد، تخيل للحظه انه انت موجود بلبنان وبلا شغل، يمكن هيدي شغله لحالها قادره انه تخليه ما يحس هالقد بالذنب. الذنب رح يضل موجود، ما هيك ليك الذنب؟ لا، نحن لازم نفكر دائما تنقدر نتخطى الذنب، بدنا نفكر باحساس اخف من الذنب نقدر نحمله. يعني يمكن تحس انك ديزابوينتد، متضايق، مخزون، اكثر من ما تحس انك تحس بالذنب، لانه ما بيصير تحس بالذنب لانك مش انت السبب اللي صار. صحيح. هيك المسؤولية مش عليك شخصيا، فيك تساعد ببقاء التواصل مع أهلك، إنه تتواصلوا على التليفون على طول، تشوفوا بعض، تسأل عنهم، تبعت لهم مساج كل يوم، تصبح يعني عليهم هالأمور. أيوة. أوكي. تمسي عليهم، ما ننسى بعض لأنه البعد جفا. وبهالأوقات مثل ما قلنا قبل إنه نحن محظوظين في عندنا الصورة والصوت، خلينا دايما نستعملهم تنحس انه قراب. يعني الاهل طبعا ممنونين وجود اولادهم برا، وبحسوا حالهم، في كثير اهل بحسوا حالهم كثير. بس جريس عفوا لحطشك شوي، لانه قال جاد شغله كثير مهمه بتنطبق على الشباب مع اهلهم، تنطبق ايضا على رب البيت مع اولاده. أكيد. اليوم عم بيقول نحن عايشين احسن بكثير منكم بلبنان، وهيدي حقيقه. مزبوط. يعني اليوم هن عندهم كهرباء، وهن عندهم برود، وهن عندهم اكل وشرب، وهن اذا بدهم دواء بينزل على اي حي الله صيدليه بياخذون. نحن هون ما عندنا شيء. يعني عم نتخيل ان كان جاد مع اهله او ان كان اي رب منزل اليوم معه مصاري بيقدر يجيب مزود، بس ما عم فيه، ما موجود. مزبوط. شو بيعملوا؟ يعني هالاحساس المزعج اللي بيوجع، صحيح المسؤوليه مش عليهم، بس كيف بيقدروا يعوضوها؟ مش بس معنويا، ماديا كمان. هلا ماديا عم بيساعدوا، وكل لبنان ممنونين لكل المغتربين والعايشين برا. وبالحقيقة أنا عم بحس إنه المغترب والعايش برا مزبوط مأمن له الـ الأساسيات بالحياة، بس هو كمان عم بيعاني معنويا عاطفيا، لأنه المغترب بحس حاله بعيد منه حوالي أهله، ما بيقدر يعمل اللي بده بمكان كمان استقراريته محدود. يعني كمان واستقراريته مش دايما يعني إذا يا سمح الله ترك الشغل ما بيقدر يبقى مرات بالبلد إذا ما عنده إقامة. إذا بقى الشخص اللي برا لازم يحس إنه هو عم بفيد كتير، لأنه بدونه وبدون مساعدته المادية والمعنوية الشخص اللي بلبنان ما رح يقدر يكفي. هاي أنا عندي 3 أولاد برا، بكفي إني أحكيهم كل يوم، أحكي مع أحفادي، اطمنع، اسمع منهم إنه يا ماما أي شيء بدك نحن موجودين، إمتى ما بدك بتجي لعنا، بس هيدا بكفي، ما بدك اكثر. عم يرجف صوتك انت عم تحكي عنه. طبعا لانه في حزن وفي اشتياق. هيدا الشيء نحن بوضع صعب. لا يحمل، صعب كثير. قد ايه مهم جريس لما بكيك؟ لا ما بدنا نبكي، مش مبين انك تيتا ابدا، اسم الله عليك. ثاني شيء قد ايه مهم كمان اليوم نقول، واليوم زميلتنا كمان حكيت عن هالموضوع، انه هيدا الموضوع مؤقت، انا ما رح سافر كل العمر. لو مش عارفين، بس قدامهم نقنع حالنا والأشخاص بهيدا الشيء هيدا ونرجع. ما في شيء بدوم بالحياة، الصعوبات كلها. نحن جيل تركنا بالثمانينات لبنان وهجرنا ورحنا على كندا وبعدنا وبعدنا عن أهلنا ورجعنا اليوم، ورجع صار فينا نفس الشيء للأسف الشديد. بس إنه
الوطني اللي بحب وطنه اللي بيعرف عنده أرض عنده جذور ما بيتخلى عنها. غريس خلاف مدربة بتطوير الذات والعلاقات الشخصية، شكرا كثير لك. أنا بدي وجه تحية من القلب لكل المغتربين ولكل الأشخاص اللي اليوم عم يتشرزم عيالهم ويضطروا يسافروا، بدي أقول لهم يمكن من الخارج بتقدروا تساعدونا أكثر، بس رجعوا على لبنان، ويمكن إذا قدرتوا تدعمونا ماديا أو بحبكم نحن بحاجة لدعم أكبر، ويلي هو إنه عودتكم للبنان بشكل يفيد لبنان كمان كمسؤولين كإداريين كأشخاص يمكن يعملوا تغيير سياسي أيضا. ارجعوا على لبنان. شكرا لك وانتخبوا إن شاء الله وقت الانتخابات صحيح. كمان تتسعدونا 100% وهيدا نداء لأولادك. أنا غريس رح ناخد بريك ومنرجع. Thank you.